نحثوا شوية عفوا على كتابة السيناريو طونك سيناريست. بحكم تجربتك في كتابة السيناريو، شاركت في كتابة سيناريو عاشور العاشر، كيفاش تفسر التشابه الكبير بين السيناريو والأحداث اللي صارت اللي راهي تصرى في الجزائر، واللي شفنا أيضا لي باج بزاف يبارطاجيو ويقول لك سلسلة عاشور العاشر كاتب سيناريو عفوا يتنبأ بالمستقبل، يعني كيفاش تفسر هذاك التصادف هذاك اللي صرا؟ ما بين كاين حاجات اللي تكتبوا ولي ما حنا ما على بالناش كيفاش فيريتي، وكاين حاجات لازم نعرفوها، باللي واحد المقوله باك تسمعي بها باللي التاريخ يعيد نفسه. صح وي سي فري، اي اشاك فوا اشاك فوا لي ميم الاحداث يتعاودوا في حياتنا، يتعاودوا في التاريخ تاعنا، يتعاودوا. حنا كي نكتبوها باغ اكزومبل نكتبوها على اساس احداث صارت ديجا من قبل، بصح كي يعاودوا يصراو يقول لك الناس يكيفوها على اساس احداث راهي تصرا بو لا بروميير فوا. وي ومؤخرا ميم جدار القرده ما على بالناش كاع كيفاش. وي لما احداث دوكا كاين احداث باغ اكزومبل هذيك الجدار القرده هذاك هي ما مرضتش، رازان ما مرضتش بصح يشبالو. وي يشبالو ماكياج خدمت حاجه تشبالو لي بوتون هذوك اللي درنا درنا ديك السقله تاع ما تاع السقله هذيك، وسيتي سيتي سوا سوا مع الحكايه تاع ماكرون هذيك سيتي، يعني كاين جو هكاك كاين جو فيس جو هكاك سبحان الله. هذه يعني ما قلتش تفسير، قلت لك تفسيري لي عندي بوليو مومو تفسير منطقي على كل حال، تفسير منطقي سي سا سي سا فوالا.